نشوف محمود متولي مع كريم احمد. مستمرين معاكم كل مشاهدينا وكل متابعي قناه الاهلي في كل مكان. فوز اكثر من رائع على نادي بيراميدز، واحد من اهم الفرق في بطوله الدوري العام. لكن سريعا كابتن محمود متولي نجم نجوم النادي الاهلي، ببارك لك كده كابتن محمود على الاداء وعلى النتيجه وعلى الاصرار وعلى كل حاجه النهارده. يمكن شخصيه النادي الاهلي بانت بشكل كبير، هو هدف النادي الاهلي عنده الثلاث نقاط، ما يبصش لاي حاجه ثانيه يا كابتن محمود. اكيد طبعا مكسب مهم وكبير كده النهارده. يمكن مباريات السنه اللي فاتت كان حافز لينا في ان احنا ربنا يكرمنا النهارده، كنا عايزين ناخد الماتش، كان هيفرق جدا معانا. الحمد لله ربنا كرمنا وخدنا 3 بونت، هو ده كل اللي كنا عايزينه من المباراه. مش مهم بالنسبه لنا اي احداث، لكن الحمد لله خرجنا باللي احنا عايزينه وربنا كرمنا الحمد لله. التحضير النفسي مع التحضير الفني ده امر مهم جدا على ما اعتقد. مستر ريني فايلر معاك بشكل شخصي، عايز اتكلم على الامر ده، بيتكلم معاك ازاي وبشكل عام على الفرقه بيحضركم نفسي ازاي يا كابتن محمد؟ يمكن هو بيدينا حوافز للمباراه، هو راجل بيتعامل معانا نفسيا او معنويا كويس جدا، بيعرف يتعامل. لكن كل لعيب برضو عنده أهداف وعنده طموحات ولازم يكون حاططها قدام عينيه، والحمد لله كل اللعيبة حاسة بقيمة التيشيرت اللي احنا لابسينه. وتقريبا كان باين النهارده في الملعب عندنا الفتره الجايه مسؤوليات كبيره جدا لازم نركز فيها. يعني كمان يمكن الميزه الموجوده في كابتن محمود متولي ان بيلعب ديفندر متواجد، ممكن تلعب مساك متواجد، ودي نقطه مهمه جدا بتسعد اي مدير فني، وده يمكن اللي شفناه مع مستر ريني فايلر في اي مكان متولي متواجد. طبعا الحمد لله، يعني دايما مش هقول لك دي امكانيات لعيبه، لكن انا اتعودت ان انا اعمل كده في الماتشات اللي فاتت. يمكن لعبت في مركزين او اكتر، لازم تحط في دماغك كلعيب المنتاليتي ان انت تكون تعرف تحدد انت البوزيشن بتاعك محتاج ايه بالظبط. الحمد لله بحاول اعمل كده على قد ما اقدر يعني. ويمكن الفترة اللي فاتت ممكن يعني مشاركة ما كانتش كتير، بس أتمنى الفترة الجاية إن شاء الله أكون موجود بصفة مستمرة، والحمد لله يعني بعمل اللي عليا وبحاول أجتهد، وإن شاء الله كرم من عند ربنا بإذن الله. رقم كبير جدا، طلائع الجيش المصري للسوبر للزمالك، أمور كتيرة جدا، لكن هي الخطوة القادمة طلائع الجيش. مفيش في تدريب بكرة، مفيش وقت، حطينا في أجواء والاستعداد الخاص للمباراة القادمة يا كابتن. بالظبط، يمكن قفلنا موضوع مباراة بيراميدز النهاردة، نبدأ من بكرة إن شاء الله نستعد لمباراة الطلائع. واحنا كل لعيبه بتفكر في خطوه خطوه، ما بنبصش لاي حاجه بعيده، يعني دايما بيحب نحسبها واحده واحده، نبص اللي احنا فيه دلوقتي وبعد كده ماتش بماتش ان شاء الله نكون على قد المسؤوليه باذن الله.